أهلا بكم مشاهدينا الأكارم في حلقة جديدة من تكافل. مشاهدينا، تقرير لواشنطن بوست رصد فيه الاضطراب الاقتصادي الجاري وتوقعات ما قد يأتي بعد ذلك جراء الجائحة الصحية التي ضربت العالم في العمق منذ ظهور فيروس كوفيد-19 في مدينة ووهان بالصين. وحسب التقرير فإن الفيروس أحدث دمارا في الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى اضطراب صناعات بأكملها والقضاء على ملايين الوظائف والمزيد من الفقر على نطاق العالم. وقد تتسبب الجائحة في مجاعة حقيقية. وأعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيزيد من مساعداته الغذائية لخدمة ما يصل إلى 138 مليون شخص هذا العام، مع زيادة عدد الجوعى بسبب الإغلاق وفقدان الوظائف نتيجة للوباء، واصفا ذلك بأنه أكبر عدد من الأشخاص الذين يغيثهم من الجوع في عام واحد منذ إنشائه عام 1961. الاقتصاد العالمي على المحك، غموض وضبابية تكتسي المشهد الاقتصادي العالمي. كيف ومتى سيخرج العالم من هذه الأزمة؟ أين يتجه اقتصاد العالم بعد أزمة كورونا؟ أسئلة وغيرها نطرحها في هذا البرنامج مشاهدينا مع ضيوف الكرام، لكن بعد أن نتابع هذا التقرير الذي يحتوي على مزيد من المعلومات. إذن لمناقشة هذا الموضوع مشاهدينا معي مجموعة من الضيوف. بداية أسعد باستضافة الدكتورة عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، معي من القاهرة عبر خدمة سكايب. أهلا بك دكتورة عبير. دكتورة، برنامج الغذاء العالمي يقول أن العالم قد يتعرض خلال أشهر قليلة قادمة لمجاعة حقيقية. ما صحة هذا القول وكيف هذه المخاوف؟ يعني كل مرة تطلع تقارير بهذا الشكل، تقارير منظمة الصحة العالمية، الآن تقرير لبرنامج الغذاء العالمي بهذا الشكل، كيف ترين المشهد الصحي العالمي وأثره على الاقتصاد العالمي؟ طبعا مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. طبعا هناك مخاوف كبيرة من انتشار انعدام الأمن الغذائي والجوع في العالم من جراء جائحة كورونا، على الأخص أنها بدأت الخطوط الأمامية في هذه المعركة الدائرة ضد فيروس أو جائحة كورونا بدأت تنتقل من العالم الغني إلى العالم الفقير. أصبح الفيروس خادما للجوع،
الجائحة ضعفت عدد الأشخاص الأكثر فقرا، وأيضا ضعفت الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع. آخر تقارير لبرنامج الأغذية العالمي أشارت إلى أن ربما يكون بهنان بحلول نهاية عام 2020 يكون تتضاعف هذه الأعداد لتصل إلى حوالي 270 مليون شخص في العالم يعانون من الجوع. طبعا هذه زيادة عن 149 مليون شخص الذين كانوا يعانون من الجوع في العام الماضي. وبالتالي هناك مخاوف حقيقية بسبب، طبعا هناك أسباب كثيرة منها التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إغلاق الحدود، هناك كثير من الأشخاص فقدوا وظائفهم، طبعا عملية السلاسل الإمداد والتموين للمواد الغذائية تأثرت بصورة كبيرة، ارتفاع الأسعار الغذائية في كثير من الدول، انهيارات اقتصادية في الدول الأكثر ضعفا. وأكثر المناطق التي تأثرت بزيادة هذه الأعداد من جراء جائحة كورونا كانت أمريكا اللاتينية التي شهدت ارتفاع في الأعداد بما يزيد عن 270% في الفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وطبعا يعني يليها في هذا غرب ووسط أفريقيا وجنوب القارة الأفريقية بصورة عامة، بالإضافة طبعا إلى منطقة الشرق الأوسط. نعم دكتورة عبير، فعلا الأزمة لها آثار، الأزمة الصحية كانت لها آثار جسيمة على الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي والسياسي أيضا. هذا ما نلاحظه الآن، بدأت آثارها تتضح جليا على العالم. لكن إذا تحدثنا على العالم، عالم الثالث، العالم الذي يعاني من الحروب، يعاني من الفقر، يعاني من المجاعة، إذا تحدثنا عن إفريقيا مثلا، إفريقيا بكل دولها التي تعاني من الفقر، من المجاعة، نتحدث ليس عن الدول التي هي يعتمد اقتصادها على الريع، لكن نتحدث عن الدول الأكثر فقرا في الدول الإفريقية. كيف سيؤثر هذا، وكيف هو برنامج الغذاء الصحي، الغذاء العالمي على هذه الدول الفقيرة؟ طبعا عادة ما تتأثر الفئات الأكثر هشة في المجتمع والدول الأكثر فقرا، يعني طبعا كل العالم متأثر بجائحة الكورونا والتداعيات الاقتصادية هي موجودة في كل الدول، ولكن الدول التي يعني يتسم اقتصادها بالهشاشة هي الأكثر تضررا من جائحة كورونا، ولهذا نرى أنها بدأت الآن بدأنا نرى زيادة هذه الأرقام في الدول التي يعاني اقتصادها من اهتزازات. يعني على سبيل المثال طبعا دول أمريكا اللاتينية، دولة مثل لبنان، سوريا، طبعا اليمن، كثير من هذه الدول بدأت يحدث بها عملية تضخم كبيرة، وعلى الأخص هذا التضخم في أسعار المواد الغذائية، صعوبة في الوصول إلى هذه المواد الغذائية. سوريا على سبيل المثال ازدادت أسعار المواد الغذائية على مدار من الآن، يعني إذا قارنت هذه الأسعار اليوم بنفس هذا اليوم في العام الماضي ستجدي أن في المتوسط زيادة هذه الأسعار تصل إلى حوالي 200%. طبعا بنرى هذا في كثير من الدول الأفريقية. بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي، احنا يعني قمنا بنداء إلى الدول المانحة أننا نحتاج إلى حوالي 5 مليار دولار أمريكي في عام 2020 لمساعدة 140 مليون شخص حول العالم، معظمهم في هذه الدول التي تعاني اقتصادياتها من الهشاشة. طبعا في ده هذا ارتفاع كبير، لأننا يعني في المتوسط كنا نساعد حوالي 90 مليون شخص، فعندما نتحدث عن زيادة هذه الأعداد بحوالي 50 مليون شخص زيادة على 90، طبعا هذا تحدي كبير للبرنامج ولكل العاملين في العمل الإنساني ولأيضا حكومات الدول التي هي موجودة في هذه المنطقة الخطرة
من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي. نعم دكتورة عبير، كان قد أعلن برنامج الغذاء العالمي أنه سيزيد من مساعدته إلى ما يصل إلى 138 مليون شخص هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، يقول أن هذا العام هو الأكبر قدرا مما كان عليه في الأعوام الماضية، خاصة قبل يعني بدء الجائحة. كيف تعلقين على ذلك؟ طبعا جائحة كورونا لم تترك سوى عدد قليل من الأرواح والأماكن دون المساس بهم. تأثيرها كما ذكرت كان على الفئات الأكثر ضعفا، وعلى الصعيد العالمي احنا نتوقع أن تؤدي التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة إلى دفع ما بين 100 مليون شخص إلى الفقر المدقع خلال 2020، طبعا ده حسب تقديرات البنك الدولي، في حين ستترك نصف القوى العاملة عالميا أو حوالي 1.5 مليار شخص سيتركوا بدون سبل لكسب العيش. وبالتالي ليس هناك مفار إلا أن يتدخل برنامج الأغذية العالمي لمساعدة الأكثر فقرا والأكثر جوعا. طبعا بدأنا بإطلاق عملية لوجستية في ظل توقف حركة الطيران وصعوبة الوصول إلى كثير من المناطق. هذه العملية اللوجستية ليست فقط لبرنامج الأغذية العالمي ولكن لكل منظمات الإغاثة بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الغير أهلية، حتى يكون هناك سرعة وصول للمواد الصحية، للأدوية، للمواد الغذائية إلى كل من يحتاجها، بالإضافة أيضا إلى توصيل عمال الإغاثة إلى الخطوط الأمامية حتى نستطيع التعامل مع أثار هذه الجائحة والوصول بالمساعدات إلى 140 مليون شخص. ما هي الخطط القادمة؟ يعني ما هو البرنامج الأساسي الذي تعتمد عليه الآن منظمة الصحة العالمية ومنظمة التغذية على وجه الخصوص للتقليل من الآثار الاقتصادية وآثار هذه الجائحة على العالم الاقتصادي أستاذة عبير؟ وطبعا أول شيء مهم جدا بالنسبة للبرنامج هو عملية ضمان التمويل لعمليات المساعدات الغذائية حتى نستطيع ويتسنى لعمال وموظفي البرنامج الوصول إلى 140 مليون شخص. طبعا نحن منظمة لنا تاريخ طويل في تقديم المساعدات الغذائية وفي العمل اللوجستي بصورة عامة، وبالتالي ما ينقصنا في هذه اللحظة هو التمويل. إذا حصلنا على التمويل اللازم سيكون هناك في سرعة في الاستجابة في 79 دولة التي يعمل بها برنامج الأغذية العالمي حول العالم. فنحن هنا نتحدث طبعا على كثير من المناطق ما بين أمريكا اللاتينية لأفريقيا لبعض الدول في آسيا للشرق الأوسط، ونحن نعلم جيدا كيفية الوصول إلى هؤلاء ولدينا الخبرة، ولكن ما ينقصنا هو التمويل. نعم واضح، أشكرك جزيل الشكر دكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا من القاهرة. أرحب بضيفي الدكتور محمد الخمسي مستشار وخبير اقتصادي معي من الدار البيضاء عبر خدمة سكايب. دكتور محمد أهلا بك. دكتور، تقرير لصحيفة واشنطن بوست رصد فيه الاضطراب الاقتصادي الجاري يعني وتوقعات ما قد يأتي بعد ذلك جراء جائحة فيروس كورونا التي فعلا بدأت أثارها واضحة وجلية على الاقتصاد العالمي، ليس فقط على الدول الفقيرة وأيضا على الدول المتقدمة أيضا. كيف ترى الصورة الآن دكتور؟ والاقتصاد الآن بسبب العولمة أصبح مترابط جدا، ولا يمكن الحديث عن اقتصاد دولة الحديث عن ارتباطاته. طبعا حينما نتحدث عن منطقتنا الهشاشة مركبة، أولا ليس لدينا اقتصاد قوي يصمد أمام هذه الظروف نظرا لوجود مساحة كبيرة منه غير مهيكلة أو غير منضبطة إيكونوميا فورميل، يعني الاقتصاد الذي هو على العامش ولكن يشغل. مع هذه الجائحة بدت آثاره كثيرة جدا. أضيف إلى ذلك أننا حينما نتحدث عن منطقتنا نتحدث عن ثلاث مجالات مستها الجائحة بشكل قوي جدا. المجال الأول هو القطاع السياحي،
بحيث لدينا فئة عريضة جدا تشتغل في هذا المجال، في مجال الخدمات السياحية، وبتوقف الطيران وتوقف العلاقات السياحية نحن نعلم أن 1.4 مليار كانت تتحرك في العالم، جزء منها كبير جدا سياحي، وبالتالي تأثر هذا القطاع بشكل شديد جدا، وستكون له آثار مستقبلية ربما تعافى إلا في مدة زمنية طويلة. الاقتصاد الثاني هو ما يسمى باقتصاد الصناعة التقليدية أو المنتوج الوطني. نعلم أن هذا الاقتصاد جزء منه غير مهيكل، وبالتالي في مثل هذه الظروف كانت قاسية صعبة جدا. الاقتصاد الثالث وهو اقتصاد العالم القروي. نحن نعلم أن العالم القروي يقف أو يصمد في ظروف الرخاء، لكن في الظروف الصعبة قد يكون هذا الاقتصاد معرض للهشاشة أكثر، وبالتالي لابد من برنامج مناسب لهذه الظروف، أولا للحد من الهجرة القروية بسبب الهشاشة الاقتصادية، ثم اتخاذ إجراءات وقرارات مناسبة لإرادة أو لعودة العافية لهذه الاقتصادات الاجتماعية التي تضمن شغلا في الحد الأدنى، يوفر كما يقال الأمن الغذائي، ويوفر نوع من الاستقرار الاجتماعي. جائحة كورونا لحد الآن نحصي، يعني ليست هناك معلومات دقيقة جدا، لكن بالشكل الماكرو اقتصادي يعني بالأرقام الكبرى يمكن أن نتحدث عن آلاف مناصب الشغل التي توقفت ولا يمكن إعادة انطلاقها إلا في زمن معقول لا يقل عن 6 أشهر إلى سنة. لكن الدولة المغربية تدخلت للحد من هذا الأمر على مستويين. المستوى الأول بصندوق التضامن الاجتماعي الذي وفر قدر قليل من السيولة، ولكن يضمن ما أمكن نوع من الاستقرار الاجتماعي، وكان ذلك مواكب للحجر الصحي. الآن بعد هذا الخروج نحن نرتقب التعديل الحكومي للميزانية، علما على أنه آثار مغاربة العالم للعودة إلى المغرب في هذه الظروف بدت صعبة، وبالتالي هناك سيولة مالية ستنقص. يضاف إلى ذلك أن النشاط السياحي كما قلت لا زال متعطرا. نعم أستاذ محمد، إذا تحدثنا عن البلدان المتأثرة أكثر بهذا الفيروس، البلدان التي تعاني من الحروب، تعاني من الفقر، تعاني من المجاعة، بلدان العالم الثالث، والبلدان أيضا التي فعلا لها نزاعات وما زالت تعاني من جراء هذه النزاعات، لها الأثر الأكبر من هذا الفيروس، وأثر ذلك اقتصاديا عليها، وسيهددها أيضا بالمجاعة حسب التقرير، تقرير برنامج الصحة الغذائي. ما تعليقك؟ هناك تخوف من الهجرات الكثيفة جدا التي كان سببها من قبل، والتوقعات والدراسات تتحدث عن ملايين السكان الذين سيهاجرون من مناطق التي تتعرض لتصحر شديد وقلة الماء. كنا من قبل نتحدث عن هجرة الحروب أو هجرة الشغل، الآن سنتحدث عن هجرات لهزات بيئية قوية جدا في مناطق من إفريقيا، والمغرب من الدول التي تتعرض لهذا النوع من الهجرة. من قبل كانت لأسباب اقتصادية، أي هجرة للبحث عن العمل، الآن هجرة من أجل البقاء والحياة. إذن هذه معضلة أولى التي تؤثر على النمو في إفريقيا وتعطل كل مشاريع التنمية فيها. الأمر الثاني هو أن كثير من الدول، يعني وخاصة في شمال إفريقيا، النموذج ليبيا، تعرف اضطرابا سياسيا، وهذا الاضطراب له كلفة اقتصادية وكلفة اجتماعية، وكلما حلت هذه المشاكل وهذه المعضلات كلما كنا أقرب إلى الخيار الاقتصادي أو الاستقرار الاجتماعي. كلما طالت هذه الأزمات كلما كانت المنطقة كلها مهددة. يضاف إلى ذلك أن الأمن الغذائي تعاني منه كثير من الدول. إذا تحدثنا عن منطقتنا نحن لازلنا يعني هناك أمن غذائي في الحد الأدنى متوفر، لا نتحدث عن تهديد بالعطش والمجاعة، لكن الدول المجاورة مهددة بهذا الأمر، ونحن نعلم أنه الطاقة الاستقبال، حتى أوروبا لم تستطع أن تدبر عامل الهجرة من الدول التي عرفت حروبا وعرفت مأساة اجتماعية وسياسية واقتصادية.
إذن ستزداد الهشاشة في هذا الجانب، بمعنى أننا إذا لم نفكر بالمنتظم الدولي، لأن هذه المعضلات تفوق حدود الدول وإمكانات الدول، ولا يمكن تواجه دولة واحدة، وإنما لا بد من مستويين. أولا التضامن العالمي يجب أن يرتقي وأن يصبح مطلبا إنسانيا. نحن نمر من ظروف صعبة ستؤدي إلى تقلبات قوية جدا إذا لم يحل هذا الأمر. نعم. الأمر أننا إذا لم ندخل في مشاريع سلمية، أي البحث عن استقرار في هذه الدول، فإن اضطراب دولة ما يعني اضطراب الجوار بكامله، أكيد سيؤثر على البلدان المجاورة. نعم، ابقى معنا إذا سمحت دكتور محمد، ورحب بضيفي الدكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي معي من الجزائر. أهلا بك دكتور أحمد. دكتور أحمد، أثار الفيروس وتفشيه على العالم بدأت فعلا تظهر وتتضح، يعني فرض الحجر الصحي الشامل على الأفراد في الدول المتضررة كان الحل الأجدر. ما نتج عنه من توقف شبه كلي للاقتصاد، ومما طرح لأول مرة معادلة معقدة على دول العالم، وهي الصحة أم الاقتصاد أم الاقتصاد مقابل الصحة. كيف ترى هذه المعادلة دكتور أحمد؟ شكرا أستاذ، مرحبا بك ومشاهديك الأعزاء. هو في الحقيقة هذه معادلة يعني صعبة المعالجة، بحكم أن هناك أولويات، وهذه الأولويات كل ما تطرح مشكلة الغذاء قبلها تظهر مشكلة الصحة، ونعرف بلي مشكلة الصحة لولا وجود يعني حياة الناس لما استطاع هؤلاء الناس أن ينفثوا في الأرض وأن يسترزقوا منها وأن يحصلوا بالتالي على ما يحتاجونه من وسائل الرزق. بالتالي فهذا الأمر يعني يصبح تعاطي ما في غاية الخطورة وفي غاية يعني الدقة، بحكم أن توفير الغذاء هو يعني أساس لوجود عيش الناس، وفي ذات الحين استدامة عيش هؤلاء الناس مكفول بتداويهم وبصحتهم. ولاحظنا باللي منذ بداية يعني هذا الوباء في خلال 4 إلى 5 شهور، في الحقيقة أنه هناك يعني كثير من الأشياء اللي عطلت النشاط الاقتصادي نتيجة الحجر. لما تعطل النشاط الاقتصادي تعطلت المبادلات، لما تعطلت المبادلات وبالتالي تراجع مستوى التبادل، تراجع الاقتصاد، وقع الركود، وعندئذ بوادر أزمة غذائية في مقابل سعي الدول كلها ويعني حطها نصب عينها الجانب الصحي، وبالتالي التركيز على البعد الصحي ألغى الجانب الغذائي، وهذا هو اللي خلى نوع من التفكك الآن يحدث في العالم. ويعني بدأت المنظمات المختصة خاصة منظمة الغذاء العالمية تدق نواقيس الخطر، ومن خلالها صناديق مختصة، صندوق النقد الدولي ولا غيره، وبالتالي لابد من إيجاد نسق متناغم بين الاقتصاد وبين الصحة، وهذا هو الظل اللي أصبحت الآن معظم الدول اتجهت له، بحكم أنها فرطت تزين في جوانب الحظر والإغلاق الكلي، وحاولت أنها تفتح مجالات للنشاط بمثل المواكبة الصحية للوباء. في ذات العين ترك مجالات الأنشطة مفتوحة بما يؤدي إلى توفير الغذاء وتوفير مستلزمات الحياة بالنسبة للناس. نعم دكتور أحمد، فعلا السيناريو الإفريقي والسيناريو البلدان المتضررة من الحروب ومن الصراعات كان هو فعلا مخيف جدا، نظرا للفقر والمجاعة والتركيبة السكانية والنظام الصحي أيضا لهذه الدول. كيف ترى الوضع الآن وزادت كورونا، زادت من مشاكلهم ومن صراعاتهم زادت الأمرين، كيف ترى الوضع الآن؟ هو في الحقيقة الوضع في أفريقيا وضع قاتل. لماذا؟ لأن يعني أولا أفريقيا هي بالأساس يعني لمبة المجاعة في العشريتين الأخيرتين، خاصة فيما يتعلق بالقرن الأفريقي وغيرها، وما زادت من بلة أن تفشي هذا المرض وبداية انتشاره في ربوع أفريقيا، رغم أنه ينتشر باحتشام، وهذا ربما الذي أعطانا ربي سبحانه وتعالى مقارنة مع بقية القارات الأخرى. ولكن في ذات الحين هناك يعني نوع من إعادة بؤر توتر وخلق بؤر توتر داخل يعني النسيج الأفريقي، وهذا راح يؤثر
بصورة أو بأخرى على حياة الناس، راح يأثر على معادلهم اللي هو بالأساس ناقص، راح يأثر على ملبسهم اللي هو بالأساس معدوم، راح يأثر على استخدامهم لثرواتهم اللي هو بالأساس يعني مسيطر عليه من قبل القوى الكبرى، وحتى إن لم يكن مسيطر عليه فهو مسيطر عليه من قبل هيئات معينة، مثل الآن نلاحظ مثلا البترول، رغم أنه معظم الدول البترولية تزخر ب يعني ب نقدر نقول بنعمة البترول، لكن الآن البترول هو محط يعني تداولية عالمية بما يؤدي إلى تخفيض سعره عندما تشاء الدول الكبرى والرفع من سعره عندما تشاء الدول الكبرى، وبالتالي حتى مواردها لا تستطيع أن تتحكم بها بالشكل اللي يضمن لها تواصل حياتها وحياة شعوبها، وبالتالي الآن يعني الوضع القائم في إفريقيا وضع لا تحسد عليه نتيجة مجموعة يعني المعطيات اللي هي متأتية أساسا من الاستعمار، مجموعة يعني الفقر المدقع الذي يفصم كثير من مناطقها، مجموعة النعارات نقدر نقول القبلية القائمة وحتى الدينية لاحظنا مثلا في افريقيا الوسطى في مالي كذا الان او صراع ديني وصراع نقدر نقول ديني مبيت بالقبعة الفرنسية للأسف الشديد، وهذا كله في الحقيقة شكل الولايات وما زال يشكل الولايات على القارة الأفريقية بالإضافة إلى ما هي ترنو منها من خلال وقعها المعيشي المتردي للأسف الشديد. نعم دكتور أحمد إذا سمحت ابقى معنا، أعود لضيفي دكتور محمد. دكتور محمد، لطالما عانت إفريقيا البلدان الفقيرة منها من ويلات المجاعة ومن ويلات الفيروسات التي كانت فعلا تهدد مصير وصحة الأفراد في إفريقيا، كيف على البلدان الأوروبية التي كانت تعتمد وما زالت إفريقيا تعتمد عليها في يعني تحقيق الأمن الغذائي، كيف عليها أن يعني تكون جنبا إلى جنب مع هذه الدول الضعيفة الدول المهددة بالمجاعة؟ ما رأيك دكتور؟ وحقيقة إفريقيا دفعت فاتورة الاستعمار ثم فاتورة ما بعد الاستعمار. نحن حركات الاستقلال لم نستطع أو لم نساعد على إنشاء اقتصاد محلي وطني قوي في كل الدول الإفريقية، فظلت هذه الدول تعيش على المساعدات، وظل البحث العلمي مهمش جدا فيها إلى درجة أنه منعدم، ونحن نعلم أن الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن التعليمي يعني مرتبط بالسيادة الوطنية وبالإمكانات والمؤهلات، فمع أن إفريقيا يعترف العالم على أنها أغنى قارة على المستوى الجيولوجي، بمعنى أن المواد الخام غنية جدا فيها، لا نتحدث عن الأورانيوم، لا نتحدث عن الذهب، لا نتحدث عن ثروات عديدة جدا، لكن إفريقيا هي من القارات التي تعرضت للنهب الممتد زمانا طويلا، وتم تمويل الدول المستعمرة بطريقة أخرى، بمعنى أنه كانت لدينا شبه سيادة، لأن أركان السيادة على رأسها السيادة الاقتصادية، أي التحكم في الثروات والموارد وتصديرها، فإفريقيا همشت على المستوى الصناعي والاقتصادي وظلت محضنا فقط للمواد الأولية، وهذا لا يخلق ثروة ولا يعطي إمكانات. لكن الآن إذا أردنا أن ننظر للمستقبل، الاتحاد الأوروبي يعني بشكل خاص له مسؤولية أخلاقية ومسؤولية سياسية إزاء إفريقيا. الآن نحن مطالبين أن نعتمد على كثير من إمكاناتنا ودواتنا، وجائحة كورونا بيّنت ذلك، بيّنت على أنه كان هناك صراع على الإمكانات الصحية والأدوات، وأن هذه الدول بنفسها قلت أو تقلصت المساعدات بينها، فكيف مع الدول الإفريقية؟ إفريقيا أمام ثلاث خيارات: أولا أن توحد بشكل موفق مطالبها إزاء الاتحاد الأوروبي، أي أن الملف السياسي والاقتصادي يجب أن لا يعالج على حساب كل دولة أو أن تتفاوض كل دولة على حدة، وإنما أن تكون الاتحاد الإفريقي رؤية متكاملة منسقة تسعى إلى تحقيق أهداف للقارة بكاملها كالملف الأمن الغذائي والصحي. ثم الهجرة حينما نعالجها مع الاتحاد الأوروبي ينظر لنا على أننا فقط نتعبهم بهذه الهجرة ولا يسائلون، أو مقاربة الهجرة ظلت دائما مقاربة ضيقة جدا مع الاتحاد الأوروبي. فلو أن استثمروا في إفريقيا ما يثبت
الموارد البشرية هنا من توفير بعض الخبرات، بعض الإمكانات، التكوين، التأهيل، لا تم تقليص هذه الإجرام. فأوروبا تمارس نوع من النفاق، فهي في نفس الوقت تجدد دماء مجتمعها من خلال هذه السواعد وهذه الهجرات، ولكن خطابها السياسي يظل دائما ينعت إفريقيا بأنها مصدر مشاكل ومتاعب. لا ننسى أن الاتحاد الإفريقي الآن وعى على أنه يجب أن يعتمد على إمكانته ومؤهلاته، ولكن لعبور هذه المرحلة، وبالتالي نجد الصين دخلت إلى إفريقيا، روسيا دخلت إلى إفريقيا، متفاوتة في منطقة التعامل مع إفريقيا، لكن ثابت هو الاستفادة من إفريقيا مقابل شيء لا يصمد كثيرا. إذن أولا وحدة الاتحاد الإفريقي في المطالب والحوار والدفاع، معناه أمام المنظمات والمنتظم الدولي يجب على الدول الإفريقية أن تتوحد وتتحدث بصوت واحد، وإن اختلفت مطالبها الداخل البينية أي داخل الاتحاد الإفريقي، لكن يجب أن تكون صوتا واحدا. ثم يجب ترتيب أولويات، من الأولويات التي تحتاجها إفريقيا الآن هي أنها إلى جانب الحاجة إلى بنية تحتية لا بد من الدعم، ويجب الاستقلال عن المساعدات، وإنما تكريس وتكوين وتأهيل إفريقيا للاعتماد على ذاتها، خاصة فيما يتعلق بالجانب المائي، أي استثمار ثرواتها المائية من خلال السدود، من خلال ترشيد السقي، من خلال حفر الآبار. تدبير هذا الملف هو أساسي جدا، والهجرات المقبلة قد تكون بالماء أشد من هجرات الحروب، بمعنى أننا مدن عن كاملها قد تنزح إلى مناطق وتصل إلى أوروبا. إذن هذا الملف أساسي ما يتعلق بالماء والغذاء. الأمر الثاني أن تكون لأوروبا أو الاتحاد الأوروبي سياسة واضحة فيما يتعلق بالعلاقات الإفريقية. نعلم أن كثير من النزاعات يتم مدها بالسلاح وبالتلاعب على التناقضات والأطراف، وهذا يستنزف إفريقيا في إمكانتها البشرية والاقتصادية، ويترك فيها جروحا تتطلب سنين لمعالجتها ومداواتها. نعم دكتور محمد، يبقى معي أعود وأحول السؤال إلى الدكتور أحمد طرطار. دكتور أحمد، عندما نقول إفريقيا نقول الفقر، نقول سوء التغذية، نقول لاجئين بالملايين، كيف تتصدى الدول الأوروبية لكل هذه المشاكل التي تنزح من الدول الإفريقية المتضررة والتي تعاني من هذه المشاكل؟ الدكتور محمد قال أن يجب وحدة الاتحاد الإفريقي وتأهيل الاعتماد على تأهيل إفريقيا الاعتماد على ذاتها وتحقيق الأمن الغذائي. ما تعليقك دكتور؟ صحيح، هو الكلام الذي كان يقول فيه الأستاذ محمد كلام منطقي وكلام مستقى من تجربة مريرة خاضتها أفريقيا في ظل استقلالها، يعني على مدار 40 أو 50 سنة كنا بلا من القرن نحن من التلك نوع من الرجيمة في أحضان المستعمر، من خلال هذه المساعدات، من خلال كثير من المعطيات، من خلال تحديد نمط الحياة، تحديد نظام الحكم إلى آخر من الأشياء. وفي الحقيقة كان بعض المفكرين سبقونا في هذا المجال، على رأسهم الدكتور عبد المنعم عطر اللي في إحدى كتاباته يقول لو كان المنتظم الأممي غير منحاز إلى القوى الكبرى للأسف الشديد لطالبت معظم الدول خاصة الدول الإفريقية بتعويضات رهيبة عن فترة الاستعمار اللي أخذ من خلالها هذه الدول الكبرى الممثلة في أوروبا تحديدا القارة العجوز، أخذت منها كل خيرات هؤلاء الناس وعطلت يعني تعليمهم، معطلت تربيتهم، معطلت آلياتهم الإنتاجية على مدار مثلا الجزائر قرن ونصف، في المغرب نصف قرن، في تونس نصف قرن، في كذا في كذا. وبالتالي هذه السنوات العجاف اللي وطأ فيها أقدام المستعمر هذه الدول وحولت خيراتها إلى خيرات لدى هؤلاء ما يسمى الآن بالكبار أو على رأس الاتحاد الأوروبي وأمريكا وغيرها، في الحقيقة هي الآن مدالة إلى هذه الدول بعديد التعويضات للأسف الشديد. لكن الآن العالم ما زال يعيش الحيف ويعيش نوعا من الغبن بالنسبة للدول الضعيفة، فهي الآن مرتنية في أحضان هذا العالم
في احوال هذه الدول المتقدمه، وكما كان يقول الزميل محمد انه حتى الهجره اللي هي المفروض احنا نعطيه في فلذات اكبادنا الى المجتمع الاوروبي، نعطوه في خيراتنا في خبراتنا في ابداعاتنا. يعني الان لما شفنا الظواهر اللي استجدت مؤخرا سواء في المغرب ولا في تونس ولا في الجزائر، خاصه باعتبار شمال افريقيا اقرب الى اوروبا، شفنا كل يعني راعينا الجديد اللي هو متعلم متخرج كمهندس وكطبيب وكذا يتوسل الى السفارات الفرنسية وغيرها للحصول على فيزا، وبالتالي عبور النهر باتجاه هذه الدول، وهي الآن تستغل أبشع استغلال يعني بكثير، وفي ذات الحين فهي تشكو أن الهجرة والهجرة ومثلا المفروض احنا الآن يكون عندنا نوع من كما قال الأستاذ محمد، يكون عندنا نوع من الاتحاد وفق ما تقتضيه الاتحاد الأفريقي، يعني الحقيقة يتجه إلى هذا الأمر ويناقش بندية عملية الهجرة بيننا وبين اوروبا، ويحاول ان يفرض يعني نوع من يعني الاتوات على استغلال اوروبا ليدنا العامله ولكفاءات لها. دكتور احمد، ما الذي يعيق ذلك دكتور؟ نعم. ما الذي يعيق هذا الاتحاد دكتور؟ يعيق الاتحاد للاسف الشديد هو الابعاد السياسويه التي تحكم هذا الاتحاد، ومحاوله يعني السيطره على هذا الاتحاد من خلال قوى مختلفة، مرة جينا مصر وتحاول تلعب أنها هي رب أفريقيا الأعلى، مرة حاول الجزائر، مرة تحاول المغرب، وبالتالي مرة تحاول بعض الدول جنوب أفريقيا وغيرها. للأسف لا توجد نظرة مش نظرة مانديلا ولا نظرة الرعيل الأول اللي عاش في الثورة للأسف الشديد، نظرة توافقية، نظرة جامعة للمنتظم الأفريقي كله، ويكون هذا المنتظم تحت راية واحدة وتحت اتحاد واحد، ويكون متكامل في سياساته في طروحاته في استراتيجيته لمجابهة الآخر، وهذا الآخر هو في الحقيقة المستعمر السابق، وهذا المستعمر هو الذي أخذ منه عرضه وأرضه وأخذ منه كثير من موارده، والآن راه نقدر نقول يختلس تسييره نقدر نقول لموارده من خلال وضع مجموعة من نقدر نقول من التبع اللي هما يحكمون هذه البلدان، وبالتالي ينصاعوا إلى صياعات هذا الغرب للأسف الشديد المتعجرف، سواء في طرحه الأيديولوجي ولا في طرحه حتى نقدر نقول حتى الديني وغيره للأسف الشديد. وهذا هو اللي خلى الاتحاد الأفريقي لم يفعل، واحنا ربما هذا الجيل الصاعد هو المطلوب مني الان ان يفعل هذا الاتحاد الافريقي، وان يخلق ميكانيزم تعامل ند لند مع الدول الاوروبيه، وان يحاول انه يضع هذه الدول الاوروبيه في حجمها الحقيقي، انها دول مستعمره، دول مغتصبه لثروات هذا العالم، لا بد عليها ان تعوض هذا العالم، الان تغتصب في كفاءاته الفكريه، تغتصب في كفاءاته اليدويه اللي هو العنصر البشري، ونعرفوا الان الاقتصادات الان تبنى على الاقتصاد البشري للاسف الشديد، وعلى الكفاءه البشريه. وهي الان اوروبا تتنطع وتحاول ان تستقطب هذه الكفاءات، في ذات الحين تبكي وتحاول ان تشرك هذه البلدان ويشتركوا معي في صد هذه الهجرة، وهي المستفيد الأكبر من هذه الهجرة للأسف الشديد. نعم دكتور أحمد، قبل أن أودعك، ما يعني في انتظار تحقيق هذا الاتحاد، ما مدى قدرة هذه البلدان على الصمود في وجه هذه التحديات الجديدة؟ يعني التحديات الجديدة نقصد بها تحديات اقتصادية جديدة جراء هذا الفيروس. يعني هذه البلدان أولا لابد عليها أنها تعيد ترتيب بيتها الداخلي، سواء في مالي ولا في جنوب افريقيا ولا في ليبيا ولا حتى عندنا على مستوى الشمال الافريقي بصوره عامه، واتحاد المغرب العربي بصوره عامه، انها تعيد ترتيب بيتها الداخلي، وانها ترتكز على هذا البيت، وتحاول ان تفعل العلاقات الجواريه فيما بينها، في ذات الحين تركز على العلاقات الجواريه الاوسع اللي هو الاتحاد الافريقي، وتستبعد هذه النعارات القائمه على الجانب الديني ولا على الجانب القبلي ولا غيره، وعندئذ ستقف الند للند باتجاه اوروبا، وتحاول ان تفرض مكانتها في المنتظم الاممي، ويكون لها صوت فاعل وصوت مدوي بما تملكه اولا من تعداد بشري مهول، من ثروات طبيعيه زاخره، من يعني بعد
جيوستراتيجي يعني تحسد عليه للأسف الشديد. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد طرطار الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أرحب بالأستاذة جنات بن عبد الله الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي معي من تونس. أستاذة جنات أهلا بك. كل مرة تظهر تقارير فعلا تخيف العالم حول خطر فيروس كورونا على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، نتحدث هنا عن آثار هذا الفيروس اقتصاديا على البلدان وتهديدها بالمجاعة، كيف ترين هذه التقارير أستاذة جنات؟ نعم شكرا ومرحبا بكل ضيوفك وبكل المشاهدين. هذه التقارير الدولية هي تأتي خصيصا لزرع وتغذية الرعب والخوف لدى الحكومات لدى الشعوب، وخاصة الشعوب يعني البلدان النامية والأقل فقرا. ونحن هنا نتحدث عن الدول العربية والدول الأفريقية وشمال أفريقيا، وعندما نتحدث عن الدول العربية بما فيه أيضا دول يعني الخليج المصدرة للنفط، وترون اليوم أن هذه الثروة لم تعد هي المركز وهي الحامي والذي يحفظ السيادة الوطنية لهذه الدول. بالنسبة للتقارير الدولية كما أشرت في البداية أنها تأتي من أجل زرع الخوف، كيف ذلك؟ ضيفك الكريم الذي يعني غادر الآن عبر عن حلم، هذا حلم كل الشعوب العربية والإفريقية في التعاون جنوب جنوب وفي التعاون في ظل الندية والتكافؤ. ولكن الواقع ماذا نلاحظ؟ النظام العالمي والنظام النقدي العالمي الذي يسهر عليه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبعد ذلك جاءت المنظمة العالمية للتجارة، وقبلها قبلها يعني 1990 كانت اتفاقية الجات. هذه المؤسسات عملت على يعني اختراق كل البلدان الغنية وكانت مستعمرة لمن تم استعمارها، تم استعمارها من أجل الثروات التي تفخر بها ومن أجل نهب هذه الثروات دون مقابل، هذا هو الاستعمار. إذا هذا النظام العالمي عمل على تثبيت هذه الوضعية، وجاء صندوق النقد الدولي لتثبيت أيضا هذه الوضعية. ماذا يعني؟ لنأخذ مثال تونس. تونس بلد يسخر بالأراضي وبالثروات الطبيعية والبشرية. يعني هذا بلد، هذه الثروات كانت هناك ولا زالت نظريات اقتصادية روج لها صندوق النظام العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف من خلال أحكام اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة من أجل إغراء هذه الدول على التوريد، على خلفية أن التوريد أقل كلفة من الإنتاج. ووقع إهمال القطاع الفلاحي باعتبار وفي اعتقادي أن كل نهضة اقتصادية وكل نمو اقتصادي يقوم بدءا على القطاع الفلاحي، حتى في أعتى البلدان المتقدمة التي تقوم على التكنولوجيا اليوم، باعتبار أن ما قبل هذه المرحلة اعتمدت هذه الدول على القطاع الفلاحي. ماذا حدث لهذه البلدان؟ تم يعني ترويج هذه النظريات التي جاءت من أجل تثبيت الاستعمار، ولكن بطريقة اليوم بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة أخرى. وشيئا فشيئا تخلت هذه البلدان على القطاع الفلاحي وأصبحت تورد، وأصبحت ميزانها الغذائي، ميزانها التجاري الغذائي يشكو عجز هيكلي، بما معنى أنها أصبحت تورد حاجياتها الأساسية. اليوم نتحدث عن المجاعة، هل يعقل أن العالم يتطور؟ لماذا يتطور؟ وكيف نؤشر أنه تطور؟ نؤشر أنه تطور يعني يأتي من أجل خدمة الإنسانية والمجتمعات والشعوب،
ولكن بكل أسف ماذا نلاحظ؟ أن هذا التطور يرافقه تدهور وارتفاع نسبة الفقراء في العالم. ماذا يعني؟ يعني هذا أن هناك نظام عالمي جاء من أجل ضمان يعني إسراء الشركات العالمية والرأس المال العالمي وتفقير وتركيع بقية الشعوب من أجل خدمة مصالحها. وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن المجاعة إنه من العار على الإنسانية وعلى هذا التقدم الضخم الذي حققه العالم من تطور تكنولوجي، يعني وصل أن تم غزو الفضاء. نتحدث عن مجاعة، ولكن في الأخير أن هذه المجاعة هي مفتعلة، هذه المجاعة تم التقنين لها لتركيع ومزيد نهب والاستيلاء على ثروات هذه الشعوب التي لن تخرج. وفي يعني مداخلة سابقة لي معكم سيدتي، نعم، قلت أن فيروس يعني جائحة كورونا كشفت المستور. أي ما المعنى، ما المقصود بالمستور؟ أي أن هذه الدول النامية اليوم عندما أرادت أن تضع خطط انتعاشة وخطط تعافي، نأخذ مثال تونس، كنا ننتظر من هذه الحكومة أن يعتمد برنامج الانتعاش الاقتصادي على إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي، باعتبار أن من أنقذ الاقتصاد التونسي في هذه الفترة هو القطاع الفلاحي سيدتي. يعني خلال الثلاثي الأول من هذه السنة نسبة النمو وصلت في السلب إلا 2%، في حين أن القطاع الفلاحي وحده سجل نسبة إيجابية ب 7.1% في ظل تجاهل هذه الحكومة، حيث لم يحظى هذا القطاع بأي إجراء استثنائي لحمايته وتوفير شروط انتعاشته. وبالتالي اليوم كنا ننتظر كما أشرت أن تقوم هذه الخطة على القطاع الفلاحي، ولكن ما راعنا إلا أن هذه الحكومة واصلت في سياسة التقشف، سياسة التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مقابل ملاليم التي نسميها اليوم قروض. وهذه الملاليم أو هذه القروض رهنت الأجيال الحالية والأجيال القادمة مقابل يعني تدمير منظومات الإنتاج الأساسية في القطاع الفلاحي. وعندما ندمر القطاع الفلاحي لا يمكن أن نتحدث عن قطاع صناعي. نعم. وأيضا القطاع الخدمات بقي غير مصنف وغير منظم بما يسهل السيطرة عليه، وبقي يشتغل في النظام في القطاع الموازي. إذا هذه الدراسات، يعني من المفروض عندما نقول أن العالم ينتظره مجاعة، بما يعني أن هذه البلدان التي تنتظرها المجاعة عليها أن تعيد النظر في سياساتها وفي التنمية في اتجاه إعادة الاعتبار للقطاع الفلاحي. ولكن واضح لو عدنا إلى خطط الإنعاش فإننا لن نجد أثرا للقطاع الفلاحي في هذا الخطط، بما معنى أن هذه الدول بقيت رهينة مصالح و يعني أولويات وأهداف رأس المال الأجنبي والشركة العالمية التي تتحرك وراء صندوق النقد الدولي ووراء البنك الدولي ووراء أيضا منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO وأيضا المنظمة العالمية للصحة. واضح. دكتورة جنات، إذا سمحتي ابقي معنا وحول هذا الاهتمام وهذا السؤال إلى الأستاذ أحمد ياسين الخبير الاقتصادي معي من لندن. أستاذ أحمد، ما رأيك فيما طرحته الأستاذة جنات؟ فعلا لابد من إعادة النظر في السياسة وسياسة الإنعاش والقطاع الفلاحي للبلدان المتأثرة من هذا الاقتصاد العالمي، من المجاعة، من الفقر. نتحدث عن البلدان الإفريقية، البلدان العربية، والبلدان التي هي فعلا تضررت جراء الحروب والصراعات والنزاعات فيما بينها. النظام العالمي حسب ما قالت الأستاذة جنات فعلا كأنه هو
يريد هذه النتيجة إن صح التعبير، نظام عالمي يدور بين عالم متقدم وعالم قصدا هو فقير. كيف ترى هذه المعادلة المعقدة السهلة في نفس الوقت؟ بداية أنا أتفق كليا مع كل نقطة ذكرتها ضيفتك الكريمة، ولكن دعيني واسمحي لي ببعض الوقت حتى يعني أطعم ما ذكرته بلغة اقتصادية وحقائق تاريخية. دعيني أبدأ مع اتفاقية بريتون بعد الحرب العالمية الثانية، والتي انطلق من تلك الاتفاقية، من رحم تلك الاتفاقية المنظمات أو المؤسسات المالية العالمية الرئيسية، التي بالتأكيد تاريخيا وواقعيا ما زالت تمثل الاستعمار الاقتصادي الجديد خاصة على الدول النامية. أبدأ بتجربة البنك الدولي. هذا البنك تأسس بهدف أساسي وهو محاربة الفقر في العالم، ولكن بعد تجربة تستمر لما يزيد عن 70 عاما ارتفعت مستويات الفقر في العالم إلى يعني مستويات غير مسبوقة، وهذا ما يؤكد بوضوح بأن هذا البنك فشل فشلا ذريعا في محاربة الفقر وتقليص الفقر في الدول الفقيرة خاصة. بالمقارنة لدينا تجربة رائدة عمرها لا يزيد عن 30 عاما، هي تجربة الصين في محاربة الفقر لديها. الصين تمكنت خلال فترة زمنية لا تزيد عن 3 عقود من انتشال ما يقارب 1 مليار مواطن صيني من براثن الفقر. وللتذكير ولتأكيد ما ذكرته، البنك الدولي يعني يتكرر في زياراته إلى الصين حتى يستفيد من التجربة الصينية في محاربة الفقر. إذا انتقلنا إلى التجربة الأليمة الأخرى وهي تجربة صندوق النقد الدولي، بالتأكيد الحقائق التاريخية تكون أكثر سوداوية وأكثر خطورة بالنسبة خاصة للدول الفقيرة. مؤسسة البنك الدولي هي مؤسسة ربحية، هي تشتغل لمصلحة من يستثمر فيها وكأنها شركة خاصة، وأكبر المستثمرين أو الدول التي تملك حقوق ما يعرف ب يعني decision making بخصوص هذه المؤسسة، الولايات المتحدة الأمريكية هي تملك ما يزيد عن 16% من حقية اتخاذ القرار بخصوص ميكانيكية عمل صندوق النقد الدولي. يعني هذه المؤسسات هي نتجت عن الحرب العالمية الثانية، هي تمثل وجهة نظر ومصلحة المنتصرين في تلك الحرب، ولكن واقعيا على مر العقود الماضية تلك الحقائق تغيرت بشكل جذري. كيف يمكن لنا أن نتقبل بأن الصين لا تملك أحقية اتخاذ القرار في ميكانيكية عمل صندوق النقد الدولي، وهي حاليا تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهي قريبا جدا سوف تصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، هي أيضا أكبر قوة تصديرية في العالم، وهي كذلك أيضا أكبر قوة استثمارية حاليا في العالم، تجاوزت استثماراتها خاصة في الصين ما يقوم به البنك الدولي. ما يشير بوضوح إلى أن يعني تلك الحقائق التي تعودنا عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية باتت لا تمثل الواقع، لا تمثل الحقيقة بكامل أبعادها. وعلى هذا النظام المالي العالمي أن يتغير، لأنه يعني هو تحت الهيمنة الأمريكية بشكل كامل. النظام المالي العالمي أو ما يعرف اختصارا بسويفت، وبالرغم من أن مركزه في بلجيكا، ولكن هناك هيمنة مطلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على هذا النظام. وهذا النظام يمكن الإدارة الأمريكية من ترقب ومتابعة جميع الحوالات المالية التي تحدث في العالم. وهنا سؤال خطير، سؤال يعني وجيه وواقعي يمكن أن نوجهه إلى الإدارة الأمريكية ونظام سويفت بشكل محدد. لماذا لا يراقب هذا النظام الحوالات المالية التي تنطلق من الدول الفقيرة التي تعاني أعلى درجات الفساد، والتي ترتبط بالتهرب الضريبي إلى البنوك السويسرية وباقي البنوك الأخرى؟ لأن مثل هذه الأموال هي واقعيا وتاريخيا هي قطعة
من لقمة عيش المواطنين الفقراء في تلك الدول. ولو كان فعلا النظام المالي العالمي ومعه البنك الدولي يحاولون محاولة صادقة لمحاربة وتقليص الفقر في العالم، لكان بإمكانهم السيطرة وتقليص مثل هذه الحولات المالية التي يعني تأخذ قطعة من لقمة عيش المواطنين الفقراء في الدول الفقيرة، ولكن هم لا يقومون بأي فعل تجاه تلك الحولات. دكتور أحمد، سؤال هنا سؤال دقيق أريد يعني أجوبتك على هذا السؤال إذا سمحت. هل قدر الشعوب الفقيرة، هل قدرها أن تعيش هكذا دائما وهي أسيرة لهذه الدول الغنية؟ هذا ما كنت أود أن أكمله، ولكن يعني سؤالك وجيه وواقعي وأشكرك على هذا السؤال. هناك نقطة مضيئة، نقطة إيجابية تتمثل بالخطوات الجبارة والإيجابية التي تقوم بها السلطات الصينية في مواجهة الهيمنة الأمريكية على النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار على الاحتياطي النقدي العالمي من خلال ما تقوم به من خطوات متتابعة في دعم ما بات يعرف اقتصاديا باليوان الذهبي، وكذلك أيضا الصورة الأخرى لليوان وهو اليوان الرقمي. اليوان الرقمي بالتأكيد هو نقطة الأمل الإيجابية الكبيرة خاصة بالنسبة للدول الفقيرة التي تعتمد على الصادرات من السلع الأساسية. من خلال التعامل مع العملات الرقمية في مقدمتها اليوان الرقمي الذي تم اعتماده من قبل البنك المركزي الصيني، وهذه خطوة إيجابية كبيرة جدا. من خلال مثل هذه الطريقة سوف تتمكن الدول الفقيرة التي تعتمد في اقتصاداتها وفي ميزانيتها على صادرات السلع من التعامل بشكل مباشر مع المشتري، وهذه نقطة إيجابية كبيرة جدا، أي أن هذه الدول سوف تتمكن من تجاوز مراكز أو الوسطاء التجاريين هنا في لندن وكذلك أيضا في سويسرا. مراكز الوسطاء التجاريين في لندن وفي سويسرا هم يجنون من أرباح، من الأرباح المرتبطة بصادرات الدول الفقيرة من السلع الأساسية سواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الثمينة أكثر بكثير من الدول المصدرة. ولكن نقطة الأمل كما ذكرت هي تتمثل بالإمكانيات الكبيرة جدا للعملات الرقمية خاصة بعد اعتماد البنك المركزي الصيني لليوان الرقمي. لذلك يمكن القول هناك نقطة مضيئة، ولكن في نفس الوقت نحن نتابع الخطوات المتتابعة من قبل الإدارة الأمريكية لكبح جماع النهضة التنموية الصينية، وكذلك أيضا لكبح جماع ما تقوم به الصين من خطوات جدا إيجابية في دعم الدول الفقيرة وتغيير النظام المالي العالمي الذي لم يكن يوما لمصلحة الدول النامية. لأن هناك مثال صارخ، بل أنتم تتحدثون عن المجاعة. السودان هو بلد يعاني بشكل دوري بشكل سنوي من المجاعة القاتلة، ولكن إذا يعني استفدنا قليلا في الحديث، السودان يملك مقومات اقتصادية أكثر بكثير من أي دولة أخرى، ولكن بالرغم من ذلك هناك مجاعة قاتلة تفتك بها الشعب السوداني. السودان هو أكبر دولة في العالم في صادرات المطاط، وهذه السلع هي أساسية بالنسبة للكثير من الصناعات الأساسية حول العالم. كذلك أيضا السودان حتى أنه يملك ثروة حيوانية أكثر من هولندا، ولكن بالرغم من ذلك بسبب سوء التنظيم بسبب الفساد، ومثل هذا الفساد يعني النظام المالي العالمي يشجعه بالنسبة لدولة مثل السودان. يعني نفهم من كلامك أن هذه المجاعة هي مجاعة مقصودة أستاذ ياسين؟ هي قد تكون مقصودة أو قد تكون يعني مجاعة لا تلقى الاهتمام اللازم والأساسي من قبل المنظمات المالية العالمية. لذلك يمكن يعني تعبيرك قد يكون صحيح بأنها مقصودة بشكل مبطن. لو قامت هذه المؤسسات المالية العالمية خاصة في مراقبة الحوالات المالية من الدول الفقيرة إلى البنوك السويسرية وهي كلها تتمثل بالتهرب الضريبي لتمكنت الشعوب الفقيرة
الفقيرة من إيجاد لقمة العيش بشكل يعني مباشر وبشكل فوري، ولا تمكنت تلك الدول من تجاوز المجاعة القاتلة. يعني برنامج صندوق النقد الدولي، ما يعرف بالبرنامج الإصلاحي الهيكلي، يعني أنا أسميه بأنه برنامج الخراب الهيكلي للدول الفقيرة. عندما يترنح اقتصاد أي دولة من الدول الفقيرة أو الدول النامية، في نهاية المطاف تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي يفرض ما سميته ببرنامج الخراب الهيكلي. مثل هذا البرنامج يتدخل في جميع حيثيات وأدق التفاصيل في طريقة عمل العجلة الاقتصادية في تلك الدول، ويقوم بشكل فوري باتخاذ خطوات في مقدمتها لإلغاء الدعم الحكومي عن السلع الأساسية. ومثل هذا الدعم هو أساسا يقلص كثيرا ويخفض كثيرا مستوى الفقر بالنسبة لتلك الدول. لذلك نرى بأن مستويات الفقر ارتفعت بشكل مضاعف عندما تعتمد تلك الدول على برنامج الإصلاح الهيكلي التابع لصندوق النقد الدولي. ومصر آخر مثال على ذلك، عندما اعتمدت هذا البرنامج وقامت بتعويم الجنيه المصري، انخفض الجنيه المصري في قيمته مقابل الدولار لمستوى تجاوزت 30%، وهذا واقعيا ينعكس بزيادة مستوى الفقر في مصر وباقي الدول التي تلجأ إلى مثل هذا البرنامج. وهناك أمثلة كثيرة يمكن ذكرها. إندونيسيا تاريخيا لجأت إلى هذا البرنامج، وبعد أن فشلا ذريعا في مساعدة إندونيسيا تخلت عن عضويتها في صندوق النقد الدولي، وكانت تجربة أليمة. كذلك أيضا الأرجنتين في قبل يعني نهاية الألفية كذلك أيضا لجأت إلى صندوق النقد الدولي، والبرنامج الذي فرض عليها من قبل هذه المؤسسة المالية العالمية جعل الأرجنتين تعلن إفلاسها حتى تتخلص من الشروط القاتلة التي فرضها صندوق النقد الدولي. لذلك هذا النظام المالي العالمي والنظام الاقتصادي تحت الهيمنة الأمريكية يجب أن يتغير. وهناك نقطة مضيئة، نقطة إيجابية يجب علينا أن نتابعها بكامل تفاصيلها، ما تقوم به السلطات الصينية حاليا في دعم اليوان الرقمي، وكذلك أيضا اليوان الذهبي. وهذا ما يفسر الخطوات الكبيرة والمتتابعة من قبل السلطات الصينية في شراء كميات كبيرة جدا من الذهب، حتى يكون اليوان الذهبي البديل الواقعي لهيمنة الدولار على نظام المال العالمي. واضح، شكرا جزيلا لك أستاذ ياسين أحمد ياسين الخبير الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي الدكتور محمد الخمسي. دكتور محمد، ما رأيك فيما طرحه الأستاذ أحمد ياسين؟ فعلا النظام المالي العالمي تحت الهيمنة الأمريكية لابد أن يتغير، ما تعليقك؟ حقيقة هو بعد استقلال أو بعد الحرب العالمية الثانية انتهى العالم بصناعة أدوات استمرار الهيمنة والتحكم دون الوجود السياسي، بمعنى أن كثير من الدول خرجت منها أعلام الدول المستعمرة ولكن بقيت أدواتها تشتغل. نحن نعلم على أنه من بين المعيقات الكبرى التي أثرت على الدول التي بين قوسين حصلت على الاستقلال أنه تم الإجهاز على كل تجاربها المحلية التنموية، فانتقلنا مباشرة من اقتصاد الكفاية التي كانت تضمنه التنمية المحلية إلى اقتصاد الوفرة، ولكن هذه الوفرة مصطنعة، بمعنى أننا تحولنا إلى إنتاج ما يحتاجه الدول المستعمرة، فكثير من الزراعات والفلاحة لم تبنى على أساس الحاجيات الأساسية والمحلية، وإنما بنيت على التصدير، وكانت هنا عملية سرقة ثروة الماء لهذه البلدان بطريقة غير مباشرة. فنحن حينما نصدر خضروات وطماطم إنما نصدر مياه هذه الدول التي هي في حاجة إليها. أحيانا يعني تم إلزامنا من ناحية صناعة ما يسمى بالمال المستنزف. ما معنى المال المستنزف؟ يعني تفرض عليك مشاريع ثم يتم تمويلها من هذه الدول، فأنت تخسر مرتين. أولا لا تنتج المشاريع التي تناسبك وفي حجمك والتي تسعى إلى تطوير إمكاناتك، ثم إن هذه المشاريع تقوم على قروض مبالغ فيها إلى درجة أن
ما أوتي من مال كمساعدات لهذه الدول استرجع أضعافا أضعافا. ولو تم إحصاء النزيف المالي الذي تعرضت له دول العالم الثالث بين قوسين والقارة الإفريقية بشكل عميق، سنجد أن عملية الاستعمار كانت أقل نهبا من عملية الاستقلال. فقد وقع النهب على ثلاث مستويات. أولا، المستوى الأول المواد الخام، فقد أخذت بأثمنة زهيدة جدا إلى حد بعيد. الأطعمة نفكر فيها أحيانا كانت ملوئة للبيت، ملوثة للبيت، البيئة، مؤثرة على النسيج الاجتماعي، ولم تكن فيها قيمة مضافة معرفية أو علمية، بمعنى أنها لم توطن لدينا المعارف والخبرات. إذن خسرنا على ثلاث مستويات: أنتجنا ما نستهلك، استنزفت ثرواتنا الاستراتيجية سواء كانت مواد أولية أساسية كالأورانيوم كالنفط الذي بدأ يفقد بريقه وموقعه مؤقتا، وصدرنا فلاحة أحيانا لا تستجيب لأمننا الغذائي بقدر ما تستجيب لحاجيات السوق الآخر، وأخيرا لم تبطل المعرفة والعلم. ولكن لهذا الأمر أنتجت أدوات ومنظمات ظاهرها رحمة وباطنها عذاب. يعني حينما نأخذ العناوين نجد على أنها تهدف إلى تقوية النسيج الاقتصادي المحلي، إلى تنظيم الإدارة، إلى تطوير الخبرات والإمكانات، لكن نجد أن هذه الأدوات مرافقة لاستنزاف مالي، ومما أشار إليه الأستاذ أحمد على أن التجربة ديال مع صندوق النقد الدولي حينما دخل على دول وحتى على هيكلة إدارتها وهيكلة وسائل إنتاجها تعرضت إلى نزيف بشري، يعني إلى إمكانات، وخاصة ما يتعلق بقطاع الصحة والتعليم. أضف إلى ذلك دفع إلى خوصصة الأشياء التي تضر في المستقبل. يعني تجربة استنزاف الإدارة بالمغادرة الطوعية على أساس أن الجسم الإداري كان يعاني من تضخم، فالذي وقع هو أن خبرات وكفاءات ومهارات الإدارة المغربية خرجت من الدورة الاقتصادية والدورة الاجتماعية، وتم إما استبدالها بكفاءة أقل أو ظل فراغ في المنصب. ونحن نعلم أنه إذا كانت لديك إدارة بدون مؤهلات وخبرات فإن الكلفة عالية جدا على مستوى التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. لا ننسى أن الصين يعني جميل جدا أن تكون نافذة وفرصة للدول التي تحتاج إلى مساعدة جدية، لكن يجب أن لا ننسى أن الصين ليست جمعية خيرية، كذلك هي يعني تستبطن مصالحها وأهدافها الاستراتيجية. بمعنى آخر يجب أن نفاوض على أين تكمن مصالحنا، ولن تكون لدينا قوة في المفاوضة لأن وزن الدول أصبح ضعيفا مقابل الصين. فإفريقيا إذا أخذناها بالكل هي مليار من السكان، معناه ثقل ديموغرافي، لكن إذا تمت تتفاوض مع مثل الصين في دولة في حجم الصين أو في حجم روسيا أو في حجم الاتحاد الأوروبي، وهي على انفراد في حدود جغرافيها، حدودية جغرافيتها ومؤهلتها، فطبعا تكون مفاوضات لغير صالحها بالحتم وبالضرورة. نعم. بمعنى نذهب إلى هذه المؤسسات ونحن لدينا في الحد الأدنى قاسما مشتركا واستراتيجية موحدة، لأننا نعاني من نفس المشاكل ونعاني من نفس الاختلالات. نعم. يمكن دكتور محمد، دكتور محمد، إذا تحدثنا عن هذا الاستنزاف إن صح التعبير في الطاقات وكل الطاقات البشرية والطاقات المادية لهذه الدول، إذا تحدثنا عن هذه المعادلة، معادلة التدهور الاقتصادي ومعادلة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وعلى هذه البلدان، يعني الآن المعادلة أصبحت في كفة أخرى، هناك استنزاف واضح لهذه الدول، أليس كذلك؟ هو طبيعي أن يكون لدينا استنزاف، لأننا كنا في صيرورة وامتداد، لم تأتي كورونا إلا لتعري بعض الجوانب وتوضحها. ولذا قلت لابد من ما لم تقتنع الدول الإفريقية على أن أكبر رأس مال هو الرأس مال البشري. نعم. فحين كون طبيبا أو مهندسا أو خبيرا في مجال ما فهو يكلفنا كلفة عالية ماليا، وحينما نأتي إلى مرحلة استرداد هذه الكلفة والاستفادة منه لا نوفر شروط احتضانه، وبالتالي يجب مراجعة النسق التنمية الذي
نحاول أن نؤسسه في إفريقيا. فكل الدول التي اعتمدت على استيراد النموذج الاقتصادي أو النموذج الاجتماعي أو حتى النموذج السياسي دون مراعاة الإمكانات المحلية التجربة التاريخية، فإنها ستظل دائما في فلك من وضع هذا النظام ومن وضع هذا النسق. الدول التي خاضت تجربة نمو ملموسة هي الدول التي أدخلت جرعة من اتخاذ القرار وإبداع نماذج محلية بإمكانات محلية والإجابة على حاجيات المواطنين قبل الإجابة عن حاجية الشركاء. بمعنى أننا أمام ثلاث خيارات: يجب أن نسترد استقلالية التعليم ليجيب عن حاجياتنا الأساسية، وليس تكوين وتعليم منفصل عن الواقع ومنفصل عن حاجتنا. القطاع الصحي يجب أن لا ننظر إليه عبء، فالمجتمع المريض هو مجتمع غير قادر على الإنتاج، غير قادر على العطاء، وبالتالي كورونا أكدت لنا أن الاستثمار في الصحة ضروري وهو للمستقبل. والأمر الثالث قد أشار إليه كل المتدخلون، هو أنه تحرير أو ضمان الأمن الغذائي شرط أساسي لضمان الاستقرار ولبناء نموذج محلي. فحينما تصبح الدول مرهونة لأسواق القمح ومرهونة لأسواق الأرز، بمعنى هذا أننا مهددين في الحياة. وحينما يصبح الإنسان مهدد في الحياة فإنه لا يوقع إلا عقود الإذعان ولا يوقع عقود الإرادة. بمعنى هالثلاث القطاعات لا بد من ترشيد التنمية فيها. ما التعليم الذي نريده؟ ما هي الشروط لانطلاق في تجربة صحية مستقلة ما أمكن؟ ثم الأمن الغذائي تأكد مع جائحة كورونا أنه خيار أساسي وضروري ولا منأى عنه. ولا يمكن أن نتصور أن هذه الدول هي جمعيات خيرية لمساعدتنا، ستساعدنا بقدر ما تضمن مصالحها. نعم. وهذه المصالح أثبت عبر التاريخ أنها مصالح لا تنتهي. واضح، أشكرك جزيل الشكر للدكتور محمد الخميسي المستشار والخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة والمعلومات القيمة والإفادة في هذه الحلقة من تكافل، كنت معنا من الدار البيضاء. أعود إلى ضيفتي الأستاذة جنات. أستاذة جنات، ختام القول، دكتور محمد أعطى بعض الحلول لتحقيق الأمن الغذائي وتحريره إن صح التعبير، كيف تعلقين على هذا الوضع؟ نعم، شكرا لضيفيك يعني الأخيرين، لقد استمتعت بهذه التحاليل القيمة والثرية. نعم، ووجدت نفسي يعني فيها في هذه التحاليل على كل، ولكن أنا أختلف مع الأخوين في جرعة التفاؤل. بالنسبة لي ما عبر عنه بباب التفاؤل، سواء بالنسبة لضيفك من لندن حول يعني اليوان الذهبي أو الرقمي. نعم. أو بالنسبة لضيفك يعني من الدار البيضاء، بالنسبة لي كونه على الدول أن تستعيد يعني سيادتها. سيدتي الكريمة، يعني النظام النقدي الدولي الذي يسيطر عليه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والنظام التجاري متعدد الأطراف الذي يحتكم إلى أحكام واتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، إلى جانب طبعا المنظمات المتحدة المتعلقة بالتغذية والزراعة والصحة وغيرها والثقافة وكل المجادين. يعني هذه المؤسسات وهذا النظام اخترق القوانين الوطنية، بما معنى أن تمت أقلبة القوانين الوطنية أي مراجعتها وأقلمتها مع أحكام وبرامج الإصلاحات الهيكلية في اتجاه التحرير والانفتاح، في اتجاه فتح الحدود أمام رأس المال العالمي والشركات العالمية لاختراق هذه البلدان. إذن تم التغيير ومراجعة كل يعني المنظومة التشريعية والقانونية وجعلها في صالح وخدمة هذا رأس المال العالمي. هذا من جهة. من جهة ثانية، رافق يعني هذا النظام العالمي أكذوبة كبرى، وهي أكذوبة الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما معنى أن إذا تحرك صندوق النقد الدولي والمؤسسة المالية على المستوى المالي والنقدي والاقتصادي، فإن المستوى السياسي تمت السيطرة عليه أيضا من خلال أكذوبة الديمقراطية وما يسمى يعني اليوم بين ظفرين. أنا لا أنتقد هذا النظام، ولكن تم توظيفه في البلدان النامية والفقيرة
لنتحدث عن البلدان يعني الإفريقية بما فيها تونس، إذا تم توظيف هذه الأكذوبة الديمقراطية من أجل تركيز لوبيات وحكومات تخدم مصالح هذا النظام العالمي. إذا ماذا حدث بعد الحرب العالمية الثانية إلى اليوم في إطار ما يسمى بالعولمة اليوم؟ ماذا حدث؟ تم اختراق كل المنظومة التشريعية والقانونية، وأيضا تم تركيز حكومات وأنظمة سياسية بين ظفرين ديمقراطية وتحترم حقوق الإنسان، ولكنها في الأخير لا يعني تعبر عن تطلعات شعوبها، ولكن جاءت من أجل خدمة مصالح رأس المال العالمي. وبالتالي اليوم هذه الشعوب هي في قبضة الأنظمة السياسية وفي قبضة الأنظمة والإطار والأطر والمنظومات التشريعية التي تمت أقلمتها على حساب تطلعاتها وسيادتها الوطنية. وبالتالي الحديث اليوم عن بصيص أمل في التغيير واستعادة هذه البلدان لقرارها السيادي وتعبير عن تطلعات شعوبها لا يزال يعني طويل، يعني بعيد المدى. اليوم لماذا قلت يعني وتوجهت بالشكر إلى ضيفيك؟ لأننا اليوم في حاجة إلى مثل هذه التحاليل الصحيحة التي تخرج عن التعتيم الإعلامي التي مارسته هذه المؤسسات المالية، لأن هذه المؤسسات المالية الدولية ورأس المال العالمي اقتحم واخترق أيضا ميدان الإعلام من أجل جعله في خدمة مصالحه وليس في خدمة مصالح الشعوب. وبالتالي أصبحت هذه الماكينة الإعلامية تخدم هذه اللوبيات وتتجاهل تطلعات الشعوب، لتبقى هذه الشعوب حولها يعني فراغ، لا تجد من يبلغ صوتها ولا تجد من يعبر عن يعني تطلعاتها. والحديث اليوم عن تهديد المجاعة، هذه المجاعة هي التي ستساهم في إخراج هذه الشعوب إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها الأساسية، أي الحق في الماء، الحق يعني في الغذاء، الحق في الصحة، الحق في التعليم، يعني حتى هذه الحقوق أصبحت يعني المرفق العمومي اليوم لم يعد يعبر عن هوية هذه الشعوب، ولكن المرفق العمومي أصبح حول إلى القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي الذي يوظفه اليوم. ونشهد اليوم عملية غسل أدمغة، ونشهد اليوم عملية سحق مسألة الهوية والدين والثقافة والموروث الحضاري لهذه الشعوب، لتجد هذه الشعوب في آخر الأمر أمامها يعني الفراغ. ولذلك نحن في حاجة، وبصيص الأمل الوحيد الذي أريد أن أختم به مداخلتي هو هذه النخبة النيرة على يعني أمثال ضيفيك الأخيرين، يعني لم أستمع لضيوفك يعني في البداية. إذا نحن في حاجة إلى مثل هذه النخب الفطنة الوطنية التي المتجذرة في هويتها وفي وطنيتها. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذة جنات بن عبد الله الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة ومداخلات القيمة أيضا لضيوفي الكرام الذين أثروا النقاش في هذه الحلقة من حلقة تكافل. ألقاكم بألف خير مشاهدينا، أشكركم على المتابعة، والشكر أيضا لضيوفي الذين أثروا النقاش معنا. ألقاكم بألف خير وفي أمان الله.